وللحديث بإيضاح أكثر عن أوضاع اللاجئين العراقيين في سوريا وكذلك النازحين السوريين في الشمال السوري، معنا من إدلب مصطفى الخلف مراسل قناة الرافدين. مساء الخير مصطفى. نعم، مساء الخير سينام. مصطفى، كيف تقيم واقع اللاجئين العراقيين في الشمال السوري خصوصا مع دخول شهر رمضان واستمرار تداعيات الزلزال في مناطق الشمال السوري إلى حد هذه اللحظة؟ نعم سنان، كما شاهدنا في التقرير وكما المعاينات وزيارتنا الميدانية لكل النازحين العراقيين تقريبا، سواء كان في المناطق المتفرقة في ريف إدلب، سواء كان في سلقين أو في أريحة، الوضع يبدو مأساويا وسط قلة المساعدات الإنسانية المقدمة والخيام أيضا عقب الزلزال المدمر، تحديدا البيوت التي تصدعت ومنها انهارت على رؤوس ساكنيها، لربما قد يكون من أصحاب الحظ الوافر حيث استطاعت فرق الدفاع المدني انتشال بعضهم، وبعضهم أيضا خرج من المنزل قبل أن يهدم بفعل الزلزال، لكن خرجوا إلى العراء، يبيتون في العراء. نحن الآن نشهد عواصف هوائية حتى هذا اليوم، وحتى أثناء هذه المداخلة هناك حركة نشيطة للرياح، وما زالوا يعانون وحدهم في هذه الخيام المهترئة والممزقة، لا سيما مع دخول شهر رمضان المبارك ستتضاعف بالتأكيد معاناتهم في هذه الخيام، وتحديدا وسط قلة الدعم المقدم وقلة الإغاثة المقدمة لهذه العوائل في عموم المناطق، سواء كان في أريحة، ونريد أن نركز على أريحة تحديدا كونها منطقة بعيدة عن المناطق التي تضررت بالزلزال بشكل كبير، إلا أن المنازل التي كان يقطنها السكان العراقيين أو النازحين العراقيين في أريحة هي منازل بالأساس متصدعة بفعل القصف من قبل قوات النظام، ولم يعود بإمكانهم البقاء داخلها خوف أطفالهم وعلى أسرهم من أن تنهار وسط الهزات الارتدادية المستمرة، وباتوا يعانون معاناة كبيرة جدا حقيقة في هذه الخيام. طيب مصطفى، ماذا عن المساعدات؟ هل هناك مساعدات مستمرة يعني الدخول إلى الشمال السوري؟ هل زادت وتيرتها؟ هل ربما تغير من نظام إدخال المساعدات بدخول رمضان أو الشهور التي فاتت؟ نعم، المساعدات الإنسانية المقدمة إلى الشمال، إلى شمال غرب سوريا مستمرة، نحو أكثر من 1131 شاحنة دخلت المعابر الحدودية مع تركيا، توزعت بنسبة 889 شاحنة دخلت عبر معبر باب الهوى، و200 شاحنة دخلوا عبر معبر باب السلامة، و41 شاحنة دخلوا عبر معبر الراعي إلى المناطق التي تضررت بالزلزال. لكن الجدير بالذكر سنان بأن 77% من هذه الشاحنات وما تحمله من مواد إنسانية أو مواد إغاثية أو مساعدات هي أساسا مقدمة للمشاريع المستمرة، المشاريع السنوية، هنا تحدث عن المشاريع الزراعية، المشاريع الخدمية، إصلاح الطرق وما إلى ذلك، إنما نسبة المساعدات المخصصة لمنكوبي الزلزال لم تتجاوز 23% حتى الآن، ونسبة المساعدات الأممية أصلا لم تتجاوز نسبة 55% بين كل المساعدات التي دخلت إلى هذه المنطقة، وتحديدا تأخر دخول المساعدات في الأيام العشرة الأولى جعل الناس في حالة كارثية مستمرة إلى الآن. طيب هنا أيضا فريق منسقو الاستجابة المدنية في الشمال السوري يقولون أكثر الخيام التي تضررت من العاصفة كانت في مدينة جسر الشغور، هل تم رفض العوائل هناك الذين باتوا أصلا في العراء بخيم جديدة تقيهم هذه العواصف الشديدة؟ المنظمات الإنسانية تتحرك عموما بما لديها، بما تمتلك في مستودعاتها من خيم، ولكن أنت تعلم هول الكارثة بعد الزلزال، موجة نزوح كبيرة جدا شهدتها المنطقة. جسر الشغور منطقة مرتفعة وتعرضت فعلا تعرضت المخيمات هناك حسب منسقو الاستجابة لأضرار كبيرة، بعض المنظمات توجهت إلى المخيمات المتضررة لكن الأعداد كبيرة جدا، ودائما المنظمات الإنسانية تقول بأن لا يمكنها وهي عاجزة عن تغطية كل هذه الأعداد دفعة واحدة، الزلزال ومن ثم العواصف الآن ودخول شهر رمضان المبارك كله دفعة واحدة تقريبا في فترة شهر تقريبا، هذا يعني تسبب بضغط شديد على المنظمات الإغاثية أو المنظمات العاملة في شمال غرب سوريا، تحديدا مع قلة الدعم المقدم لهذه المنطقة.
طيب بموازاة ذلك مصطفى، يعني إعادة بناء المنازل المدمرة، إعادة تهيئتها لكي تعود بعض العوائل إليها، كيف تقيم إعادة إعمار المنازل؟ كيف تقيم الجهد الدولي في هذا الموضوع؟ إلى الآن سنان لا جهد واضح، لا عمليات واضحة في إعادة الإعمار. هناك بعض المشاريع التي كانت قائمة أساساً في مناطق متفرقة تم يعني دعوة الناس أو بعض الناس حسب تقييم الحاجة إليها، ولكن نحن الآن حتى في مرحلة الهدم. الفرق المختصة، فرق الدفاع المدني، تعمل على هدم المنازل أساساً التي لم تعد صالحة للسكن، ونحن أمام كارثة حقيقية في معظم القرى والبلدات. لكن لا يوجد حركة واضحة ولا يوجد نشاط واضح أمامي، وربما لم يؤخذ الأمر بعين الاعتبار أو بشكل جاد تجاه إعادة الإعمار أو تجاه إعادة هؤلاء الأهالي إلى بيوتهم، وتركوا وحدهم يواجهوا مصيرهم في الخيام. بعضهم اشترى الخيمة على نفقته كما النازحين العراقيين، وهم تحديدا معظمهم متروكين يواجهون درجات الحرارة، يواجهون كل هذه المعاناة وحدهم في هذه المخيمات، في مخيمات المنسيين حقيقة على امتداد الحدود السورية التركية. طيب مصطفى، أيضا التحالف الأخير بين منظمة الدفاع المدني السورية وكذلك منظمات سورية أمريكية، إلى أي مدى يمكن أن يسهم، أن يدفع برفع هذه المعاناة، يسهم برفض النازحين بمساعدات؟ نعم، التحالف وقع بين المنتدى السوري ومنظمة سامز الجمعية الطبية السورية الأمريكية، بالإضافة إلى الدفاع المدني السوري. هي للأمانة مجموعة كبيرة من منظمات المجتمع المدني. المنتدى السوري يضم خمس منظمات منضوية ضمنهم، بالإضافة إلى الدفاع المدني الذي أيضا عانى ما عاناه في فترة الاستجابة للزلزال، بالإضافة أيضا إلى منظمة سامز التي تعمل بشكل واضح و تدعم القطاع الطبي تحديدا في شمال غرب سوريا. رئيس مجلس إدارة سامس قال بأن هذا التحالف هو تحالف عملياتي وجاء نتيجة الزلزال، ووعد أيضا بالمحاولة بكل ما استطاعوا في هذا التحالف العملياتي الوقوف مع النازحين وتقديم المساعدات لهم. لكن إلى الآن يعني كما أشرت خلال حديثي سابقا بأن الأعداد كبيرة جدا ويصعب استيعابها في فترة زمنية قصيرة، لربما تحتاج إلى جهود كبيرة من قبل هذا التحالف ومن قبل باقي المنظمات الإنسانية، وتحتاج أيضا إلى تكاتف أكبر، وتحتاج أيضا إلى دعم أممي واضح وصريح، وأن تأخذ الأمم المتحدة هذا الموضوع بعين الاعتبار. حتى الآن لا دعم واضح موجه لهؤلاء النازحين، سواء كانوا داخل قراهم وبلداتهم أو سواء كانوا في المخيمات العشوائية أو في الأراضي الزراعية، لأن هناك ما تزال عائلات في الأراضي الزراعية حتى اليوم. شكرا لك، وكان الله في العون. مصطفى الخلف مراسل قناة الرافدين، كنت معنا من إدلب، حفظكم الله.